بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول بهاي المحاضرة النظرية البنيوية في منهج الصندوق الشفاف في مادة منطق ومنهجية تصميم معماري للمرحلة الثالثة. ما هي البنيوية؟ البنيوية ستركتشرزم هي حركة في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري تطورت في منتصف القرن العشرين، وكانت رد فعل على الفانكشناليزم والعقلانية، وهي اختصار لـ CIAM وتعني Congress International Architecture Modern، التي أدت العقلانية بطبيعة الحال إلى تعبير لا حياة له عن التخطيط الحضري الذي تجاهل هوية السكان والأشكال الحضرية. البنيوية هي منهج فكري وأداة للتحليل تقوم على فكرة الكلية أو المجموع المنتظم. اهتمت بجميع نواحي المعرفة الإنسانية، واشتهرت في بداية الأمر في مجال علم اللغة والنقد الأدبي. اشتق لفظ البنيوية من البنية، تؤكد هذه النظرية على أن كل ظاهرة إنسانية كانت أم أدبية تشكل بنية، ولدراسة هذه البنية يجب علينا أن نحللها ونفككها إلى عناصرها المؤلفة منها بدون أن ننظر إلى أي عوامل خارجية عنها. في العمارة هي حركة نظرية للتصميم المعماري الذي أنشئت في منتصف القرن العشرين على أساس المبدأ القائل بأن كل شكل من أشكال الفن هو نتيجة للقواعد العامة للغة والتكوين. يذكر علماء اللغة العربية من أصحاب المعاجم أن بنية الشيء هي الهيئة التي بني عليها، والبنية ما بنيته، شبكة للعلاقات القائمة في الواقع الذي بنيته، والبنية هي البنى والبنية يجردها الإنسان بعد ملاحظته للواقع في كل علاقاته المتشابكة، ويرى أنها تربط بين عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزائه، وأنها القانون الذي يضبط هذه العلاقات، ولكنه قد لا يدركها على الإطلاق. فالبنية كما تبتدئ في عقل الإنسان ليست ذاتية ولا موضوعية. أساس فكرة البنيوية: تقوم البنيوية على فكرة أن كل الأشياء مبنية من نظام الإشارات، وهذه العلامات مكونة من الأضداد: ذكر يقابله أنثى، حار يقابله بارد، قديم يقابله جديد، وهكذا. بالنسبة للهيكلية البنيوية، التصميم هو عملية بحث عن العلاقة بين العناصر. يهتم البنيويون أيضا بالبنيات الاجتماعية والعمليات العقلية التي ساهمت في التصميم. إن للهيكلية البنيوية قدرا كبيرا من التعقيد ضمن إطار منظم للغاية. على سبيل المثال، قد يتكون التصميم الإنشائي من أشكال قرص العسل التي تشبه الخلايا، أو الجسور المتقاطعة، أو الشبكات المكعبة، أو المساحات المتكدسة بشكل كثيف مع ساحات الفناء المتصلة. أنواعها: البنية في الدرس اللغوي لها نوعان: البنية السطحية اللي نسميها السيرفر أو السيرفس ستركتشر. البنية السطحية هي كل هيكل الشيء ووحدته المادية الظاهرة. أما البنية العميقة الديب ستركتشر فهي كامنة في صميم الشيء، وهي التي تمنح الظاهرة هويتها وتضفي عليها خصوصيتها. وعادة ما يعي المرء إدراك البنية السطحية المادية المباشرة، فإدراكها أمر أكثر صعوبة، يتطلب استخدام الحواس وأعمال العقل والخيال والحدس. لذلك عادة ما يعيش البشر داخل بنى اجتماعية وتاريخية واقتصادية يستنبطونها فتؤثر في سلوكهم وتشكل رؤيتهم للكون وتحدد خطابهم الحضاري دون وعي منهم. وقد يمكننا التعبير عن البنية السطحية والعميقة بقولنا الظاهر والباطن. نشوف هنا برج ناكاجين اللي هو الكبسولة، هو برج سكني ومكاتب متعدد الاستخدام، صممه المهندس المعماري كيشو كوروكاو، يقع في شيمباسي طوكيو في اليابان، وهو يعبر عن البنية السطحية.
الفروقات بين البنية السطحية والعميقة. تمتاز البنى السطحية بالسمات أهمها ما يأتي: أولا هي البنية المنطوقة والمسموعة أو المكتوبة فعلا لا تصورا أو تخيلا. من ضمن يعني مميزاتها الاختصار، لأن المتكلم يعمد إلى ما يريد بأقل العبارات أو الجمل المتعارف عليها، لذا فهو يغفل في منتجه اللغوي النهائي السطحي كل ما يراه أو يتصور أنه غير مفيد. 3، السهولة والوضوح في المعنى والبعد عن التعقيدات اللفظية ما أمكن، فالاهتمام باللفظ يحمل مكانة عظيمة عند المتعاملين مع البنية السطحية. على العكس منها تمتاز البنية العميقة بسمات: أولا صعوبة تحديدها، لأنها تعتمد على أعمال الفكر والحدس والتخمين، وذلك لأن التوهم حالة نفسية يتصور الإنسان معها تصورات قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ. بالحالة الثانية هناك الاختصار، هنا ليس لها شكل معين أو صياغة واحدة، فهي تختلف باختلاف المتصور لها. النقطة الثالثة تعتمد على المعنى أكثر من اعتمادها على اللفظ، فهو محورها ومحط انتباهها. نضيف للفروقات فرق رابع وهو مهم: اهتم الباحثين عن البنية العميقة أنه قالوا أنه هي أقدم من السطحية نشأة في تصور أكثر العلماء، لذلك فهي مصدر أو مرجع البنية السطحية. البنيوية في مجال التصميم المعماري: نظرية البنيوية توفر اختبارات في النظم الهيكلية المبتكرة، عينات كهذه توجد في مشاريع من بير نيرفي، روبرت مالارت، وريتشارد فولر. الابتكار والإبداع دائما يتفقون مع قيود وشروط الموقع اللي هي نوع التربة، المناخ، ورغبات طالب المشروع. نظريات البنيوية تأخذ مفاهيمها وبالتفصيل من إلهامات كلود ليفي شتراوس. يعد كلود ليفي شتراوس من أهم البنيويين المعاصرين، بل إن البنيوية ترتبط باسمه ارتباطا مباشرا، وهذا ما جعل الباحثين يطلقون عليه الألقاب التي تشير إلى مدى تأثره بالبنيوية عموما، فلقب بعميد البنيائيين أو البنيوي الأول أو رائد البنيوية المعاصرة أو أكبر مهندسي الفكر في العصر الحديث. قال: عمل العمارة ينبغي أن ينطلق من مشروع يأخذ في الاعتبار العلاقة بين العنصر الواحد ونظام الانتماء، ذلك لأن الاكتشافات والاختراعات للفرد ليست إلا انعكاسات تحول النظام الذي ينتمي إليه ذلك الفرد. هدف البنيوية بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على العلاقات. نلاحظ هنا مشروع لبير نيرفي، وهو مشروع استوديوم ملعب رياضي كبير. نلاحظ بالواجهة أنه الهيكل الإنشائي طاغي على الواجهة بشكل بنيات متكررة من حرف الفي. هناك أحد أعمال نيرفي، وهي هاي صورة مرندرة، Place of Rybor The New Project Opening in 2013، استوديو رولا، تورنو إيطالي في إيطاليا، بيت للعمال. أيضا جعل بشكل بنى على شكل يعني شبكة من المربعات التي تظهر في السطح، وشبكة من الهيكل الإنشائي الزجاجي على الواجهات. رح ناخذ أحد المشاريع اللي تتميز بكيفية استعارة الشكل الخارجي للمصمم سانتياغو غلاريتفيا في فالنسيا في إسبانيا. الفكرة التصميمية كانت عن مسرح، والمسرح هو أهم شيء الرؤية به، فلهذا أخذ من وظيفة المبنى استعار شكل العين التي تنتظر أو تنظر نحو العالم الخارجي ليعكس مقدار المتعة البصرية التي يوفرها المشروع بوظائفه للزائرين. واستعار الماء المحيط بالعين من فيلم لويس بونيول. حقق المصمم تواصلية معنوية ما بين وظيفة المشروع وما بين الشكل المستعار، وحدد الاستعارة من خارج العمارة ومن المتلقي نفسه. فإذا شكل العين والرموش الحافظة للعين، حقق المصمم انتمائية مكانية للشكل الناتج، وذلك عن طريق استثمار التكنولوجيا العالية لتحقيق الشكل المطلوب وحركة إغلاق وفتح العين. حركة فتح وغلق العين
استفاد منها عن طريق الهيكل الإنشائي اللي أخذه. الهيكل الإنشائي كما تلاحظون بالواجهة حقق اقتباس للشكل والوظيفة عن طريق استخدام الهيكل الإنشائي لغاية وظيفية وغاية جمالية شكلية. زين، ووجود الماء حول المسرح يعني هو استعارة لشكل الدموع اللي تذرفها العين. زين، فالتعرية الشكلية عن طريق الهيكل والمواد المستخدمة لتجسيد شكل العين. فنلاحظ العين مجسدة بالكامل، حيث أن صورتها تطلع بشكل ميرور على المياه في الليل، فتساعد على رؤية العين بكاملها. حقق تداعي فكري وتراكمي عن طريق السبب والمسبب للعين ووظيفتها في الإبصار. وجود تعددية بالمعنى المستخدم عن طريق تنوع المراجع من العين والرمش وحركتها، ومن الفيلم المستوحاة منه فكرة المبنى المحيط به الماء. وجود نوع من الغموض بالشكل الناتج يؤدي إلى تشويش التصنيف، هل هو وظيفي أم هو شكلي؟ التوصيات: كتابة تقرير عن أهم النظريات التي ممكن أن نستعار منها الفكرة الأولية. نشكركم على حسن الاستماع، نلتقيكم في نظريات قادمة.